بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أود أن أقدم خالص التعزية إلى كل أسر المنتقلين في حادث اليوم، حادث كنيسة أبو سفين في إمبابة، والذين انتقلوا وهم في صلوات القداس الإلهي. أعزي الكنيسة في كاهنها الذي انتقل أبونا عبد المسيح، وكل الأحباء من النساء والرجال والأطفال. أعزيكم جميعا، عالمين أن عين الله علينا من أول حياتنا إلى آخرها. هو صاحب الحياة، وهو الذي يعطيها لنا، وهو أيضا الذي يسمح بنهايتها. بعزيكم جميعا، وإحنا كلنا أمام هذه المواقف وهذه المشاهد لا نملك إلا تجديد إيماننا في الله الذي يقود حياتنا، وأيضا نشكره على عمله في حياتنا بصفة عامة. والذين انتقلوا اليوم هم انتقلوا لكي ما يسكنوا إليه ويسكنوا عنده، فكأننا نستودع نفوس هؤلاء جميعا في السماء عند الله. احنا بنستلهم التعزية من عنده، وهو الذي يعزي قلوبنا ويرطبها، وبنرفع قلبنا كلنا ناحية السماء، وعارفين ان حياتنا هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. التعزية لكل أسرة، لكل أب، لكل أم، لكل أخ، لكل أخت، والتعزية للكنيسة ولشعبها ولكل الأحباء. وأيضا نصلي من أجل المصابين أن يعطيهم الله شفاء سريعا، وعالمين أن حياتنا كلها هي بيد الله. ربنا يعزيكم جميعا، ويعزي الأباء في الكنيسة، وإحنا على تواصل مستمر بكل الخطوات اللي بتتم. ربنا يكون وياكم، وربنا يسندكم، ويعدي هذا الموقف الأليم والمفجع لنا كلنا، ويعطينا من سلامه ومن تعزياته في داخل قلوبنا. ربنا يكون وياكم دائما.